السلام عليكم السيدات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ بخير، امور طيبه، هانين احوالكم على خير. البلدي يا الاخوات، وما ادراك ما البلدي. ملي كنقولوا البلدي فيه كيدخل فيه هذا الطرز، يعني ما كاينش مغربيه ما كتلبسش الطرز، هادشي الاصيل، يعني الاصاله المغربيه. هادشي كتلبسوا حويجه تاع النافسه، حويجه تاع اللي غتحلني ديال كلشي، ماشي تاع زعما عندهم واحد الكاتيجوري اللي خصهم يلبسوا هادشي ولا ما خصهمش يلبسوا. نو، هادشي كيلبسوا كلشي، اللي بغى يفرح براسو كاين اللي هاكا تعوم وتخرج وتعمر واحد البرير تاع عتيت كل لابسه هكا في دارها، علاش لا ولمالا؟ شوفوا شحال فنين غزلان مخدومين بواحد الاتقان، والطرز ديالهم طايح 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 بزاف بزاف. هادي الاخوات الكمخه مطروزه ومنبته، وفيها هاد لا دونتيل، هذا ماشي الدرس، هادي ان دونتيل دايرينها فحال الدرس ابليكات هنايا. فيه دو بياس، هذا الجيلي كاين لو جيلي ديالو، وكاين القفيطه اللي تحتاني، وكاين الفولار، الفولار توا فيها الطريزه هادي جا هكا، وانا واتيتو مع هذيك البليغه هكذا زرقاء، ومن عنده من اللور ديالو حتى اللور ديالو فيها الطريزه هكا. في الجهه الاخرى عندنا هذا المطروز الاخضر جوهره، اللي فيها سل تحرير وسلتات كماش، ها هي سل تحرير وسلتات كماش، شفتوها؟ يعني كتكون جهه مسرحه وجهه شويه فيها واحد لفه ديال التكماش، ومطروز واحد الطرزه فن، مطروز غزاله. شوفوا كيف داير واعر، كيناش اللي فينا ما لبستش هذا الشيء هذا. وهادي انا، هذا السروال البلدي، يعني السروال القندريسي داك اللي خاصك ديري له لاستيك، اللي كيكون عريض وكديري ليه لاستيك. ابري شوفوا الطرز ديال البنات، شوفوا شوفوا السيده الطرز ديالو شحال متقون، واحد الاتقان فن. شوفوا البليغه اللي واتيت له انايا هكا، باش تجي هكا خضيضره معاه، باش ما نديروش ليه كلشي ابيض ما يجيش. ايوا كلشي يا خواتات على الشده يا لالا، ها انتوما شوفوا شوفوا ليرك ليه، هي فولار حياتي. هادو الفولارات دوك اللي فيهم لالا العروسه ولا لالا النفيسه ولا شوف مطروز، راه مطروز كله، هذا مطروز حتى من التحت ديالو، حتى هو مطروز منه، زوين زوين بزاف، متقون في الخدمه ديالهم، متقونين مخيطين مزيان. هنايا مخيطين ملاقين بالخياطه، هذا هذا ملاقي بالخياطه، الاخر ما عرفتش ما عقلتش، نشوفوا باش ملاقي الاخر باش نكون معكم واضحه. حتى الاخر ملاقي بالخياطه، ها هو شفتوا، شوفوا كيفاش طايح التركاز تاعكم، شوفوا التركاز لكم كيفاش طايح غزال. نوريكم واحد اخر، كاين هاد الكرونه هذا حتى هو، هيا حتى هو فن غزال، زعما تناسق تاع الالوان غزالين، مناسقين داكشي زوين بزاف. ها نتوما هاد الكرونه كيمشيو لداك الكرون دائما، ما عندناش حنا هاد الشي المطروز كيبقى في واحد الطوناليتا ديالته، هاد الكرونه العام اللي كيجي كيلقى هاد الكرونه هذا في المطروز، والعام اللي كيجي كيلقى داك الخضر، يعني الخضر الملكي في المطروز، الزرق الزرق رويال تاهو في المطروز، ما كاينش زعما كيبدلو لي من الالوان ولا، كيبقى دائما هما هما فولار ديالو. او كيف ما قلت لكم قبيله فيه الطرزه اللور ولا دونتيل في الفولار، وكاين هاد النوعيه الاخرى حتى هي يا زوينه بزاف، هماويه. هادي هادي جوهره بليسي، هي خط حرير وخط وخط الخط الثاني في واحد البليسي، في واحد الخطيطات هما كيبانوا لكم، كنظن واضحين كيبانوا، زوين بزاف. قفيطنات واعرين، هذا قفيطين فيها التنبات، جاب عين عقده حتى تحت من الحزام، يعني التحزيمه غادي تكون هنايا، ورجع هنايا شويه العقد مازال، ومحلول محلول ومطروز من التحت ديالو، مطروز هكا
من تحت ديالو. شوفوا الطرزات كيفاش دايرين، مطروز زوين من القدامه، مطروش حتى من اللور. ها هو اللور ديالو، ما فيش طرز، فيه غير القدام. ومعاه سروال، ماشي السروال القندريسي، معاه سروال اللي هو غادي يجي هكا. ها انتي دابا هذا محلول من هنايا، غادي يجي السروال، غادي يجيك السروال مع الطرز اللي لتحت. فهمتوني الاخوات؟ اتمنى نكون واضحه في يعني شي فسرت لكم نكون واضح. كيجي زوين 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 بزاف، وكتحزمي عليه ما بحزيم منظمة الصم، يا اما منظمه ديال منظمه بلاكات طالع عندك الذهب اللي ماله، المهم كل واحد على مجدول. ما تحزميش عليه اللي ما كتبغيش تحزم. هذا داك اللي وريتكم لابسه المانكان، شفتوا دائما كيف ما قلت لكم دائما نفس الاخضر كيكون، ما كتكونش عندهم يعني الطرز ما كيمشيوش ليه يعني الخفيف ولا المغلوق اولا المفتوح. نو دائما عندنا الطرز المغربي هذا الاخضر، هذا كيكون كتقولي بغيت الطرز المغربي كيعطوك هذا الطرز هذا اللون هذا الاخضر الملكي، بغيتي الزرق الازرق الملكي، بغيتي البوردو بوردو ملكي، ما كاينش فيه يعني ناقص او فاتح او مغلوق او نو، دائما هو هو. ايوا اخواتي، نتمنى من الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، و اللي ما دايرش الابوني للقناه ديرها ليا، خليو لي تعليقكم مهمه بزاف، بارطاجيو القناه، الله يجازيكم بالخير، قناه جديده هذه وخاصه الدعم. احبكم في الله، خليتكم على خير، نتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم.